بين إيران وتركيا. إيران. أين يرتاح المسيحي أكثر؟ إيران. إيران. ليش؟ رح أعيدها بعد مرة. أوف. إيران. لأنه تركيا حكمتنا 400 سنة ولو بصر لها تسلخ لنا جلدنا لهلأ ما بتقول لا. لهلأ. وإيران؟ بعد ما صلخت لنا جلدنا بيجوز تسلخ، بس بعد ما فينا نقول صلخت لنا جلدنا. طيب وين شعور المسلمين الموجودين اليوم بلبنان المواليين لإيران بعد ما يسمعوا كلامك هيدا؟ شو بزقفولي؟ شو؟ المسلمين الموالين لعفواً لتركيا. ايه بيزعلوا يزعلوا. شو أنا بدي أحكي قناعتي، ما بدي أرضي العالم. أنا تركيا حكمتني 400 سنة وموتني الجوع جمال باشا، ما بغفر له إياها لو عشت 1000 سنة. وبيقولوا كمان المسلمين بدعي إلى مقاطعة تركيا ومقاطعة البضائع التركية وبدعي إلى عدم السفر إلى تركيا. إذا خيرتك بين تركيا والسعودية من تختار؟ السعودية. ليه؟ لأنه ما ذبحتنا بعد. تركيا أنا بحطها بالرقم العدائي رقم 1، فما منقدر نكون نحن مسالمين ومثل ما بدك يا ملاكي الحارس أمام مجتمع هاجم عليك. اللي هاجم عليك بالبندقية بدك ترد عليه بالبندقية. أنت كنت مع تسليم سلاح القوات اللبنانية؟ أبداً. مع إعادة تسليح القوات اللبنانية اليوم؟ نعم. مع إعادة تسليح القوات اليوم؟ يعني عم تدعي إلى حرب أهلية؟ لا. كيف بتسلح؟ لا؟ لما يصير في سلاح بوجه سلاح. العلم السياسي بيقول إذا أردت السلم استعد للحرب. إنهم هن ما شافوا إلا ببشير الجميل مين يشيل عنهم جزمة عرفات. أوف. نعم. جزمة عرفات كانت أصعب من جزمة الإسرائيلي بلبنان؟ عرفات كان بده ياخذ لبنان. بده ياخذ لبنان. والإسرائيلي؟ الإسرائيلي بده ياخذ شقفة يمكن، بس عرفات بده ياخذه كله.